معنا من بيروت خبيرة التغذية فيرلان الجميل. صباح الخير فيرلان، أهلا وسهلا فيك معنا هذا الصباح على سكاي نيوز عربية. بداية، يعني دراسة مفاجئة بعض الشيء، بننسألك عن الرابط، هل فعلا هناك رابط بين الحليب كامل الدسم وشيخوخة الدماغ؟ إذا كان من العلاقة بين الحليب الكامل الدسم والتأثير السلبي على الخلايا الدماغية، ما فينا نكون عم نجزم أنه هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد يلي ممكن يكون عم بيأثر بطريقة سلبية ويكون عم بيسرع من شيخوخة خلايا الدماغ. إنما الدراسات يلي عم تنعمل هي بإطار أنه يكون أول خطوة تتبين أكثر قديش مدى الترابط وقديش مدى أهمية هيدا الترابط. مشان هيك مثل ما سمعنا بالريبورتاج، مهم انه نكون عم نأمن للجسم حاجته من الكالسيوم يلي موجود بشكل اساسي بالحليب ومشتقاته، لأهمية هالمعدن بصحة العظام. الدراسات بتبين انه اذا كنا عم ناخذ الحليب يلي قليل الدسم او خالي من الدسم، نحن بكون بعدنا عم ناخذ كل قيمته الغذائيه، ان كان على احتوائه على البروتين او المعادن يلي نحن بحاجه لها. فانه نكون عم نخفف استهلاك الحليب الكامل الدسم على حساب الحليب يلي قليل الدسم او خالي من الدسم، او حتى المصادر الثانيه اللي غنيه بالكالسيوم، ان كان اللبن الزبادي او الكفير يلي كمان بيحتوي على مستوى عالي من البروبايوتكس او البكتيريا الجيده يلي المصارين بحاجه لها. من المهم انه نكون عم ناخذ بدائل صحيه تعطينا كمان كمية لا بأس فيها من الكالسيوم والمعادن وغيرها، من أنه نكون عم ناخد الحليب الكامل الدسم. تماما، بدي أرجع شوي لهذا الدراسة فيرلان. كان في تركيز تحديدا على فئة هي الأكثر تأثرا بالحليب كامل الدسم، من الأشخاص المعرضين لنوبات قلبية بشكل عام، أمراض القلب وأمراض القلب. لماذا التركيز على هذه الفئة؟ هل هذا يعود للحليب كامل الدسم أو ببعض الأحيان لربما مواد أخرى تضاف إلى هذا الحليب مثل السكر أو ربما نمط غذائي غير صحي بشكل عام، بس أنه تركيز الدراسة كان على الحليب بهذه الحالة؟ بس نحكي عن الحليب الكامل الدسم، نحكي عن الدسم يلي هو منه منيح، او الدهون المشبعه الموجوده بالحليب يلي هي الدهون المرتبطه ارتباط مباشر بامراض القلب، وانه تكون عم بتسبب نوع من تصلب للشرايين. فعنا الحالتين يلي هو الدهون المشبعه يلي منها صحيه اللي بتاثر على امراض القلب، وعنا اجمالا عن الحليب الكامل الدسم يلي بنعمل فيه حلويات البوزه او حلويات او غيرها، يلي هون حكما اللي حيكون في عنا اضافه للسكر السريع يلي كمان هي بتكون عم تاذي بشكل مباشر الخلايا الدماغيه، ويلي كمان بتكون عم تسبب انه الانسولين يكون عم بيعلى بشكل كثير سريع ويرجع يعمل نوع من هبوط للسكري، وهذا الشيء يرجع يخلينا نطلب سكر عن اول وجديد. فعنا هيدا السببين، ان كان الدهون المشبعه يلي مصدرها الحليب الكامل الدسم يلي هي بتأذي الخلايا الدماغية وبتكون عم بتسبب لتصلب الشرايين من خلال انه تكون عم بتعلي نسبة الكوليسترول بالدم، والسكر السريع يلي اجمالا بينزاد على الاكل او الحلويات يلي معمولة من الحليب الكامل الدسم. يعني موضوع الحليب واسع جدا اليوم، لا سيما مع تنوع انواعه ومصادره بالفترة الأخيرة. ما هي اليوم، يعني من نحن وصغار بنسمع أنه اشربوا حليب والحليب مفيد، وبنشوف أحيانا إفراط بتناول الحليب. اليوم ما هي الطريقة المثالية لأخذ الحصة التي يحتاجها الجسم من الحليب والكالسيوم الموجود فيه؟ مظبوط، ما فينا نكون عم نخفف من أهمية استهلاك الحليب، وبعد عمر الست سنين نحن بننصح أنه الحليب ما بقى يكون عم بيتاخد كامل الدسم، انما ما نكون عم نشيل مصادر الكالسيوم يلي موجوده بالحليب ومشتقاته بشكل كثير كبير، خصوصا لاهميته بصحه العظام، وبكون ليكون عم بيساعد الاطفال والمراهقين يكون عندهم نمو جيد. مشان هيك هون بدنا نروح على المصادر الجيده للكالسيوم، ان كان المصادر النباتيه اللي موجوده بالاوراق الخضراء، بالبروكولي، بالسبانخ، بالمكسرات النيه مثل اللوز والجوز وغيرها،
الكبيرة والمشتقات الحليب القليلة الدسم ويلي كمان فيها تكون عم تعطي تقريبا زيت كمية الكالسيوم يلي موجودة بيكو بالحليب الكامل الدسم، مثل ما قلت اللبن الزبادي أو الحليب القليل ماذا الدسم يعني أو الأجبان. أنواع أو الحليب الأخرى اليوم من حليب الصويا وأيضا حليب يعني انواع كثيره اليوم البلانت بيست او النباتيه، حتى النباتيه كثيره اليوم، هل ممكن ان تكون ان تعوض عن الحليب حليب البقر الذي اعتدنا عليه وتحقق الفائده الغذائيه والا تكون مضره من ناحيه مستوى الدسم الموجود فيها؟ الدسم يلي موجود بالحليب يلي مصدره نباتي يعني او مثل ما قلنا الالمند ميلك، حليب اللوز او حليب الشوفان او حليب الرز، في عنا كثير انواع من الحليب او حليب الصويا، نسبه الدسم فيه جدا قليله وهذا الشيء بخلي انه يكون بديل افضل للحليب الكامل الدسم، على شرط انه يكون مدعم بالكالسيوم، مدعم بهذا المعدن، لانه هن اذا ما كان مدعم نسبه الكالسيوم فيهم بتكون واطيه. أو بدنا نروح على الحليب الخالي من الدسم أو بدنا نروح على الحليب المصدر نباتي على شرط أنه يكون مدعم بمعدن الكالسيوم. هنا أهمية كمان أن نكون عم نتعود نقرأ المنتوج الغذائي شو بيحتوي على قيمة غذائية وعلى وحدات حرارية وأكيد معادن وفيتامينات وغيرها. شكرا جزيلا لك من بيروت خبيرة التغذية فيرلون جميل. شكرا لك.